في إطار التغطية لما جرى في حوارة الأسبوع الماضي، ما تزال الوفود تأتي من كل المناطق لمشاهدة الدمار والحريق الذي دب في هذه المنطقة جراء اعتداءات المستوطنين وحرق أكثر من 100 منزل ومئات السيارات في هذا المكان. وبالتالي وصل وفد من أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل الآن إلى هذه المنطقة، نواب عرب في الكنيسة إضافة إلى قيادات سياسية و ايضا كل المناطق. هلا وين في بيت مبني؟ هو بيت هذا بيكون مبني قبل وجود الاحتلال او تنظيم الابنية في دولة الاحتلال. هلا لو انه مبني بعد وجود تنظيم البناء كان هدوه شالوه. يعني احنا يعني في عندنا بيوت، هذا البيت قبل عام 67 مبني. هلا هذا ترميمه جديد، هذا لو مش مبني كان صعب وضعه، لانه منه لتحت مسافه قصيره منطقه اريا سي، منطقه سي، هذه ممنوع ان نبني فيها. هذا لفت وراكم، هاي مغتصبة اتصال نزلت على حواره، حتى دولنا مناطق، حتى مناطق القريبه من المستوطنين احنا ما بنقدرش نوصلها. بيعتدوا علينا. اصلا بين الزبانه ما هم ازبل شيء. ازبل شيء واكثر ناس متطرفين. عندنا هناك برقابيط، هي برقابيط برضه هذول اخذوا من اراضي حواره واراضي قريه بورين. هذا اسمه حوض ابو حنون، هذا الاراضي حواره. حوارة 9500 دلم، 7400 بي، 7500 سي. ناهيك عن عملوا الشارع الالتفافي، هاي بداية الشارع الالتفافي، احنا واقفين على الدوار هون تجمع الشارع الالتفافي، بس هذا الشارع الالتفافي التهم من اراضينا 1100 دلم. كيف 1100 دلم؟ 1100 دلم اللي هي الشارع، مسار الشارع واللي على يمين الشارع وعلى شمال الشارع هي ممنوع تستعملها. اذا استمعنا الى جزء من شرح رئيس البلدية للوفد المرافق له. نشاهد ايضا اعضاء كنيسة عرب واعضاء الاستاذ احمد الطيبي، يمكن لنا ان نتحدث معه. استاذ احمد يسعد اوقاته، اهمية هذه الزيارة. احنا شعب واحد، احنا هون مش مشان نتضامن وانما لنتكامل. هذه جريمة نقراء بجروم. منظر الحوارة وهي تحترق ذكرنا في ليل البلور في 38. هم زعلوا لأنه احنا وصفناها هكذا، حرق، اعتداء، قتل. ولذلك نحن هنا، وخاصة إثر التصريحات لسموتريتش وزير المالية وثلث وزير جيش وتصريحات رئيس لجنة الأمن الداخلي فوق اللي قال يجب أنه بحب أشوف حوارة محروقة وهذا بده يمحي حوارة. هذه تصريحات نيونازية، ونحن نرى بأم عينينا هذا الإحراق. حركوا دوما عائلة الدوابشي، حركوا محمود أبو خضير، شهيد محمود أبو خضير في شعفاط، والآن حوارة. ودائما قلنا على اليهود بتاريخهم أن يكونوا حذرين في موضوع الإحراق لأنهم عانوا من ذلك، ولكن هناك في هذه الحكومة عناصر ووزراء يغذوا ويشجعوا هؤلاء الإرهابيين اليهود. الدور المطلوب الآن من أعضاء العرب الكنيسة الموجودين، ماذا يمكن أن يقول؟ على الأقل مسائلة قانونية. نعم، إحنا الوحيدين اللي نطرح ذلك بقوة في البرلمان إلى جانب مطالبتنا المجتمع الدولي. اجتمعنا أيضا وتوجهنا لسفراء أجانب وسلك الدبلوماسي لكي نقول لا يكفي التعبير عن القلق، هذا غير كافي أمام هذا الحدث وهول هذا الحدث. المطلوب اتخاذ إجراءات عملية ضد سموتريتش، ضد بن غفير، وضد الجيش الذي مش بس أغمد عينه وغض الطرف، تواطأ وكان يعرف بهذه الخطة الشيطانية. وخلال عمليات الإحراق للمستوطنين هم كانوا يطلقوا قنابل صوتية ويمنعوا من سيارات الإسعاف والإطفاء الفلسطيني من الوصول إلى المكان. أهلا وسهلا فيكم يا سيدك. أستاذ طايل، أهمية هذه الزيارة اليوم، أستاذ طايل الحواري أحد وجوه بلدة حوار، أهمية هذه الزيارة.
اولا بقول لك هم ليسوا متضامنين مع حواره، ولكن نعتبر نفسنا احنا وهم شراكه، ونحن ننظر الى اعضاء الكنيست العرب الموجودين في الداخل المحتل، هم عباره عن اكبر مناصر لنا، هم اكثر من الامريكان واكثر من الاوروبيين، كون نحن جسد واحد وهم يوصلوا صوتنا، والحقيقه كان يتصل الى المجتمع الاسرائيلي المتطرف اللي اجبرت على وزير المالية ان يعتذر، قادره على ان تحاكم هذا الظالم على تعليماته للمستوطنين باحراق العزل داخل بيوتهم. ودلع سلامتكم استاذ طارق، شكرا لك. شكرا. ايضا هنا مجموعه كبيره من ادب كانت اتجاه الى لا حوار، واحنا كنا في المبنى المبنى المقابل نعمل في نهايه حق الشعب الفلسطيني منزل واحد فلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه زيارة باسم لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، تمثل كل قوانا السياسية. جئنا لنقول لأهلنا في حوارة ولكل شعبنا الفلسطيني إن المحتل قد يهدم بيتاً، قد يحرق، قد يقلع زيتون، ولكنه لا يمكن في يوم من الأيام أن يهدم الحق الفلسطيني أو أن يحرق الحق الفلسطيني أو أن يقلع الحق الفلسطيني. سيبقى قائم، أصله في الأرض، منتصب في السماء، حتى ينتصر إن شاء الله تعالى. الخطوات اللي ممكن ينتج عن هذه الزيارة، الداخل المحتل الحكومة الإسرائيلية حكومة متطرفة بامتياز، وسموتريش دعا علانية لمحو حوارة، قبلها مجازر لا تنتهي. أولا يعني أنا أقول لم تكن هناك أي حكومة إسرائيلية غير متطرفة بامتياز، كلها بدون استثناء كانت متطرفة مع نسب متفاوتة. الآن نحن دورنا طبعا أن نكون صوت للعدل، للحق، للإنسانية، منتصر للحق الفلسطيني. دورنا أن نكون سند بكل الإمكانيات التي يمكن أن تتاح لنا، إن كان ذلك على صعيد نشاطات جماهيرية أو على صعيد حملات إغاثة أو على صعيد نقل رسالة هذا المظلوم الفلسطيني على صعيد الفرد والشعب إلى كل أنحاء الدنيا. حياكم الله شيخ، بارك الله فيك. شكرا. كيف الصحة؟ إذن هذه الزيارة كما نشاهد ونتابع، هذا أحد المنازل، منزل من عشرات المنازل الذي تعرض خلال الفترة الماضية لاعتداء وهجوم حرق المنزل. خلف هذه البناية هناك مشطب للسيارات، مئات السيارات التي تم حرقها، هناك عدد من المنازل، هناك سوبر ماركت كبير أيضا تعرض هناك لهجوم من المستوطنين. وبالتالي تكمن هذه الزيارة، تكمن أهمية هذه الزيارة، لجنة المتابعة العربية العليا، أعضاء من الكنيسة، شخصيات وطنية، شخصيات أيضا إسلامية جاءت إلى هنا، أولا كما أكدوا ليس التضامن، هو شعب واحد، لكن سينتج عنها ضغوطات، وهذا المأمول، ضغوطات لملاحقة المجرمين وأيضا ملاحقة من صرح ودعا وحرض على حوارة ودعا لمحو حوارة مثل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، إضافة طبعا إلى ملاحقة الجيش الإسرائيلي الذي وفر الغطاء والدعم الكامل للمستوطنين لارتكاب مثل هذه الجريمة.